اهلا بحضراتكم من جديد. بنستكمل حوارنا مع امير الاسكواش الكابتن امير وجيه، كابتن تاريخ كبير. اشكرك شايف يعني ذكريات جميله جدا، وكل الالقاب يعني المنتخب المصري يعني فعلا هو الحمد لله صنع اسم امير وجيه، ويعني دي حاجه بسيطه بنقدمها صحيح لبلدنا الغاليه مصر. ده مش غريب على حضرتك. وارجع تاني على موضوعنا الاساسي والمهم، الحقيقه اللي انا كنت سعيد بيه جدا جدا جدا، المشروع القومي للموهوبين، خاصة يا كابتن لعبة الاسكواش، لعبة ولاد الزاوية. حضرتك تعلم جيدا طبعا انه تكلفتها وتدريبها وايجار ملاعبها موضوع غالي، فكون الدولة مشكورة ممثلة في معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي يتبنوا مشروع زي ده وحضرتك تكون على رأسه، فالحقيقة محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير. اتفضل يا كابتن. بشكرك كابتن هاسم. طبعا هو المشاريع القومية دايما بتخدم المجتمع ككل. انت عارف ان طبعا اللعبة دي زي ما انت قلت لعبة مكلفة جدا، لعبة مقتصرة كانت على فئة يعني معينه اللي بتلعبها، المضرب بيوصل ل 2000 3000 جنيه صحيح. وممكن يتكسر في نفس اللعبه وطبعا دي تكاليف تخلي اللعبه محصوره لفئه معينه صحيح. توجيهات طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وعايش كل الرياضه، ان لازم احنا كاسره واحده لازم كل ياخد فرص متكافئه في فرص. يعني المشروع دوت كمان الجميل فيه ان 20% من اجمالي ال 1000 ناشئ من ولاد ابطالنا واخواتنا شهداء الجيش والشرطه فعلا، ودور رعايه الايتام. ده يعني الحمد لله عندنا 18 ولاد بطل شهيد جيش وشرطه ما شاء الله، ده شيء اسعدني جدا جدا. و30 طفل من دور رعايه الايتام، وهم محتاجين فرصه صحيح. وانا متاكد ان شاء الله في خلال الخمس سنين البرنامج اللي احنا عاملينه بالدعم القوي جدا من البنك الاهلي طبعا، لان المشاريع القوميه بتحتاج دعم قوي جدا، وطبعا البنك الاهلي دايما سباق في المشاريع القومية ودعمها. الدكتور هشام عكاش بشكره جدا، رئيس مجلس الإدارة رياضي وعاشق الاسكواش، الدكتور يحيى بالفتوح، دعمونا بحيث ان التدريب يبقى مجانا. احنا حاطين 100 مضرب في كل سنتر ما شاء الله، بحيث ان السناتر فين يا كابتن؟ السناتر على مستوى الجمهورية. بدأنا دلوقتي بمركز شباب الجزيرة ومركز شباب بورسعيد. طبعا الملاعب في بورسعيد انا اتخضيت المدينة الرياضية، 6 ملاعب احسن ملاعب في مصر، بجانب طبعا ال4 ملاعب اللي في مركز شباب الجزيره، والافتتاح ان شاء الله يوم 15 السبت 15/8. فعلا الف مبروك. يا ريت لو ان شاء الله النادي الاهلي تبقى موجوده معانا ان شاء الله، نحاول نكون موجودين طبعا. اكيد هيشرف معالي الوزير، هيكون متشرف في الافتتاح طبعا. طبعا يعني الجداول الحمد لله مليانه من 9 الصبح ل 9 بالليل، لان في بروتوكول اتعمل بعد كورونا، لان التدريبات ما 1 تو 1 ما ينفعش يبقى اكتر من لاعب في الملعب مع الكوتش. بالتالي يعني احنا حجزنا الملعب من 9 الصبح ل 9 بالليل، 12 ساعه متواصله ما شاء الله. في 10 مدربين هيكونوا موجودين من اكفأ المدربين في مركز شباب الجزيرة وفي نفس الوقت مركز شباب بورسعيد. طبعا على المستقبل القريب المراكز دي هتزيد على مستوى الجمهورية؟ ده احنا ان شاء الله الخطة بقى، ما احنا دلوقتي بإذن الله يعني ان شاء الله احنا رايحين الفيوم، رايحين اسماعيلية، رايحين السويس، رايحين بإذن الله هنا جزيرة الصعيد. برافو الصعيد، صعيد مصر يعني، ده برافو عليك يعني، احنا في الصعيد يحتاجوا هذا بإذن الله. المشروع جدا يعني ان شاء الله هو لعبة السكواش هتكون شعبية، هو اللعبة هتبقى متاحة للجميع صحيح. بإذن الله عندنا دعم قوي جدا في سياده الوزير يعني بصراحه، والكرو اللي معاه في الوزاره بشكرهم جدا جدا، يعني اللجنه اللي معاه اي حاجه يعني أكيد. نطلبها أكيد. يعني ده مش غريب على الدكتور على طول أكيد. يعني بتتحقق بسهوله. ويمكن لما الجداول اتعملت انا كنت سعيد جدا لما شفت في 186 واحد مشاركين لغايه دلوقتي في بورسعيد في المشروع، وهنا الحمد لله لغايه دلوقتي 92 ولسه ما قفلناش. فان شاء الله باذن الله يعني المشروع القومي للموهبه الاسكواش دوت الاسكواش الجديد تمام. ده المستقبل دوت ان شاء الله باذن الله هنكمل. والجميل ان احنا هيبقى فيه بقى طبعا ما بين مراكز الشباب دي كلها كومبيتيشن دوري كومبيتيشن طبعا دوري، وهيشاركوا بالدوري باسم المشروع القومي، وهنقدر ان احنا نسوق لاعبين، هنقدر بنجيب لهم منح دراسيه هنا وبره مصر. ممتاز ممتاز يعني ان شاء الله هيبقى فيه فرص متكامله، حاجه مشرفه جدا يا كابتن.